وكان ينبههم على أهمية استمرار البكاء. أنت قد تقول لي كما قيل لي، مو قد بل قيل لي، الآن سيد الشهداء في الجنة في أعلى الدرجات، الآن الحسين ما يعيش الألم بعد، ما يعيش الألم، نحن لماذا نبكي؟ هو بكاؤنا لأجله لنرفع الألم عن بكاؤنا تعبدا، لأن الشريعة أمرتنا مثل ما نحن نصلي شنو تعبدا، نصلي المغرب ثلاث ما نصليها أربع، فليش ما نصليها أربع؟ مو الأربع أكثر من الثلاث ولا لا؟ قضية تعبدية، نصلي المغرب ثلاث تعبدا، نصلي الصبح ركعتين تعبدا، نبكي تعبدا. ما نعرف العلة، قد نعرف الحكمة. الحكمة علمانا ما قصروا، أنت إذا بكيت تفاعلت صحيح، وإذا تفاعلت انطبخت ونضجت، وإذا نضجت عملت على طبق ذوق من تبكي له، صحيح يا ولا؟ هذه فائدة يا ولا؟ إن المحب لمن يحب شنو أحسن، إن المحب لمن يحب مطيعه، والبكاء يعمق محبتي للحسين، محبتي لأهل البيت، وإذا تعمقت محبتي إيش صار؟ أطعتهم. لكن أرجع وأقول هذه حكمة وليست شنو أحسنتم، وليست علة. علة الأحكام نحن لا نعرفها، ما نعرفها، لأن أنا من أقول لك هذه علة، شوف إحنا عندنا قاعدة في الأصول، ها، أن الحكم الشرعي يدور مدار العلة وجودا وعدما. إن أقول لك علة كما قال لي بعض الدكاترة بعض الإخوة المثقفين، وأرسل لي ورقة صغيرة، ها، قال خلاص بعد خلاص من البكاء ما نحتاجه، لأنه كنا نبكي على الإمام الحسين أيام الإمام الصادق والباقر والكذا، لأنه ما في وسائل بعد، ما في وسائل، ميكروفون وتلفزيون وواتسابات وكذا توصل الصوت الثورة، الآن أكو هالوسائل فتغني. نقول له هذا لو كان البكاء حكمة يمكن أكو مجال لكلامك، لو كنا عرفنا علة البكاء لجعلنا الحكم تابعا للعلة، ولكن نحن لم نعرف علة البكاء. إذا كنا ما عرفنا علة البكاء، نعم، فلا نستطيع أن نرفع اليد عن البكاء. بعبارة أخرى أقول اللي تقوله وسائل الإعلام وكذا، ها، هذه فائدة من فوائد البكاء، أنه ينشر الظلامة، فائدة مو علة. لو كان علة فقط نقول إذا حصلنا وسيلة تنشر الظلامة نستغنى عن البكاء، أنا أقول لك مو علة، هذه حكمة، هذه فائدة. مثل والله موجود ترى في الروايات، موجود في الروايات، من علل غسل الجمعة، ها، إزالة الرائحة النتنة على الأبط. وأنا بكرة قبل ما أغتسل غسل الجمعة بتغسل بالصابون والشامبو، ولا فيه ولا في أباطي أي رائحة كريهة، يبقى استحباب غسل الجمعة وما يبقى. ليش يبقى؟ لأن رواح علة الأبط حكمة ولا علة؟ قولوا أي أحسنتم، حكمة. فإذا كان والحكمة لا يدور الحكم مدارها، الحكمة لا يدور الحكم مدار، الحكم يدور مدار ماذا؟ العلة. فاغسل أباطك يبقى غسل الجمعة مستحب. كذلك يا أعزائي يا إخواني يا مثقفون يا محترمون، نحن أمرنا بالبكاء، أمرنا بالبكاء إلى أن يخرج إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ذاك إمام معصوم عنده اتصال بالسماء بجده رسول الله، عندنا أحكام قطعا سيفاجئنا بها الإمام الحجة، وليست جديدة من صميم الشريعة، أنشئت، نعم، أنشأها رسول الله، ولكنها تكون فعلية إذا خرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فهي جديدة علينا. ذاك يقدر يقول الأمر بالبكاء مقيد، الأمر بالبكاء مخصص زمانا مكان، ذاك يقدر لأنه يفرق عن لسان جده رسول الله، ذاك لسان الوحي الإمام الحجة سلام الله عليه. واضح الكلام؟ أما نحن غير المعصومين فباب علة الحكم مسدودة من طريقنا، مسدودة. قال إمامنا الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول. واضح إخواني؟ واضح، حتى عندي نقاط ثانية أريد أتطرق لها. إذن البكاء نحن أمرنا به،